أصبح الإيجار في حضرموت سيف مسلط على رقاب المستأجرين، يهددهم بالتشريد والفقر. فمع ارتفاع جنوني للأسعار بالعملة الصعبة، تحولت عملية البحث عن سكن إلى معركة شرسة ينتصر فيها من يملك جيبا عميقا، بينما يغرق البسطاء في بحر من الديون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر المنبر. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نستهدف قضية ارتفاع الإيجارات، وهنا أناقش هذه القضية مع ضيفي في الاستوديو، المحامي مجدي بوعابس نائب مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وأيضا المهندس عبد الله بن علي الحاج رئيس اللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا. أهلا بكم معي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا صالح على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيكم. أبدأ معك أستاذ مجدي، من يحدد أسعار الإيجارات هنا في حضرموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. يسعدنا الحقيقة أن نكون ضيفا في هذا البرنامج المميز المنبر، الذي يناقش قضايا اجتماعية حساسة تهم غالبية الناس. وفي البداية ننقل إليكم تحيات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وتحديدا الشيخ فارس خالد مهلابي نائب رئيس مجلس الإدارة. مسألة من يحدد الإيجارات، الحقيقة أنه الجمهورية اليمنية تسير على نهج اقتصاد السوق. ولما نقول اقتصاد السوق أي أنه وفقا للعرض والطلب، فلا يوجد هناك تقييم أو تسعير للإيجارات أيا كان نوع هذه الإيجارات، حتى لو كانت سكنية أو تجارية أو غيرها. لا يوجد الحقيقة أن القانون رقم 22 لعام 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سكت عن هذا الأمر، يعني لم يحدد مبالغ معينة للإيجار، كانت شقق سكنية ومحلات تجارية وغيرها. وهذه من المثالب المأخوذة على هذا القانون، لم يساير القوانين العربية الأخرى التي تحدد قيم معينة للإيجار السكني وأخرى للتجاري وفقا وموقع العقار وميزاته وما إلى ذلك. الإشكالية هنا أن القانون سكت ولم يحدد، والإشكالية الأخرى أنه لا توجد لائحة تنفيذية لهذا القانون. نعم، لكن اليوم في ظل وجود نحن نعيش في اضطرابات سياسية، وأعتقد أنه القرار لم يعد مركزيا كما سبق، يعني أنتم في الغرفة التجارية بإمكانكم أن ترفعوا بمذكرة للسلطة المحلية وتحددوا أسعار الإيجارات بما يتناسب مع اليوم الأوضاع الاقتصادية التي نراها ويعلمها الجميع. صحيح، القانون أعطى للوحدة الإدارية ما يسمى بالمحافظة، أعطاها الحق في إصدار لائحة تنظم مثل هذا الأمر. نعم، ولكن هذا يتعارض قلت لك مع السياسة العامة للدولة. السياسة العامة للدولة تقوم على أنه اقتصاد معوم يعني حر، وأيضا سياسة تسويقية وإيجارية غير محددة، فيتطلب تدخل. إذا كان في تحديد يتطلب تدخل بحيث أنه، لكن في هناك رخصة للسلطة بأن تتدخل. نعم نعم، القانون أعطى للوحدة الإدارية، سماها الوحدة الإدارية ما يسمى نعم بالمحافظة. نعم، المحافظة الحق في إصدار، بغض النظر عن المصطلح. أيوة، يعني لماذا الحق؟ نعم، لأنه إصدار لائحة. لماذا لم تصدر؟ والله هذا يعود للسلطة نفسها المحلية الموجودة. والغرفة أين دورها في هذا الجانب؟ نحن في وقت أنتم سابق كبار الملاك. كبار الملاك في وقت سابق شاركت الغرفة بفعالية في تثبيت الحقوق للطرفين المؤجرين والمستأجرين. كانت هناك لجنة استمرت فترة زمنية معينة في إدارة مدير عام مديرية المكلا لحل قضايا الإيجار بين المستأجرين والمؤجرين. متى بالتحديد؟ هذه في 96 97 إلى 98 99 استمرت، وأنجزت الحقيقة الكثير من القضايا في هذا الجانب. لكن استصالح تتكلم عن كم سنة من اليوم؟ 4 سنوات، لكن هي الاساس 96. ايوه الاساس، لكن انا بتكلم عن جذور المشكله. نحن دائما مشكلتنا نحن نعالج القشور ولا نعالج الجذور. جذور المشكله من فين اتت؟ الجذور مش من الان على فكره، الجذور بدات قبل عقود من الزمن. ليش نحن في الوضع الحالي؟ في عام 1972 اصدرت جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه، لابد ان نعود للتاريخ. نعم، شويه لكي نصل للوضع الحالي. اصدرت قانون تأميم رقم 32 لعام 72، بموجبه أممت جميع الأملاك
كانت العقارية أو الزراعية أو غيرها، كل المرتكزات الاقتصادية أو البنوك وغيرها أممت وآلت ملكيتها للدولة. نعم. بناء على أنه التوجه السياسي الكائن في ذلك الوقت أنه الحزب هو الموجه، لكن تحولنا إلى الرأسمالية وبعدها تحولنا إلى الرأسمالية. فهذا القرار كان خاطئ بشكل غير عادي، لأنه أوقف الاستثمارات فجعل الناس يسكنون في بيوت الآخرين ولا يحسون بدفع قيمة إيجارية، لأنه ما كانت تدفع قيمة إيجارية للملاك، كانت تدفع رسوم معينة ويمكن ما تدفع لصندوق الإسكان، ولا زالت إلى اليوم في سنأتي إلى هذه النقطة. نعم، لكن ماذا تريد أن تنقل؟ أريد أن أوصل أنه لما توقفت الاستثمارات قل بناء المنشآت السكنية. يعني المفترض نحن الآن في وضع يكون فيه وحدات سكنية، في تخطيط، في عقارات كثيرة، مش الوحدات البيوت العادية المنفردة هذا الموجودة. هذا مش حل كل واحد يبني له بيت ويروح، لا، الحل أنك تبني وحدات سكنية، بمعنى الوحدات السكنية مخدمة وفيها كل الخدمات، بالتالي بيقل الطلب على هذه العقارات اللي وفرتها. ما الذي يمنع أن تكون الآن هذه في ظل يعني التطور العقاري ودخول رؤوس أموال جديدة إلى حضرموت، ونحن نرى يعني الانتعاش الاقتصادي اليوم الذي نراه في ظل يعني عدم توازن ما بين فئات وفئات أخرى؟ ممتاز، سؤال ممتاز جدا. شوف، الحقيقة لا أحد ينكر أن هناك عبث وقع فيما يتعلق بالأراضي. هذا العبث أدى إلى أن المخططات التي يفترض أن تروح للإسكان الآن غير موجودة، راحت لأغراض أخرى. لمن؟ يعني وزعت الأراضي أنت على مستوى المكلة مثلا، فين ممكن تحصل مخطط ممكن يصلح لوحدات سكنية، 1000 وحدة سكنية، 2000 وحدة سكنية؟ لا يمكن توجده إلا مع ملاك، وبالتالي لازم تشتري من الملاك. فالعبث وقع في هذه الناحية تحديدا التخطيطية. هذا أدى إلى أنه ما فيش إمكانية، حتى الدولة إذا بتبني وحدات سكنية ممكن تبنيها الآن في مساحات بعيدة بدون خدمات، لكن الناس تبحث عن خدمات في الأخير. مش معقول ينتقل إلى فوق عقبة. من المسبب؟ المسبب الجهات التي كانت موجودة، عدم التخطيط. نحن مشكلتنا إحنا ما نخطط للأسف، وبرغم أنه هيئة الأراضي تسمى هي العامة الأراضي والتخطيط وكذا، لكن التخطيط فينه في الموضوع هذا؟ مش موجود، انعدم. أنا بقول بكل صراحة أنه في عبث وقع في هذا الموضوع. الآن حتى المستثمر لما بيجي، هل هيئة الأراضي عندها أرض تعطيله لكي يبني وحدات سكنية؟ ما فيش. بيضطر أنه تصور أن المستثمرين لما بيبني مصنع أو غير ذلك يشتري الأرض، يشتريها، وهذه تزيد التكلفة للاستثمار. بالتالي دائما الاستثمار يقال انه يذهب الى المناطق الصالحه للاستثمار، ما ياتي للمناطق اللي فيها تعقيدات، فيها قيود، فيها مشاكل ملكيه الاراضي، فيها كذا، يذهب الى المناطق الاخرى الامنه لكي يربح في الاخير. نعم. مهندس عبد الله، يعني هل انت مع وجهه نظر المحامي انه يقول لك انه الايجار بناء على العرض والطلب، لا توجد هناك محددات لاسعار الايجارات؟ بسم الله، والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. طبعا أنا من وجهة نظري أنه صحيح ربما يكون على العرض والطلب، لكن مسألة تحديد الإيجار، كم المبلغ وبأي عملة كانت، هذا طبعا العملة هذه تدخل فيها الدولة، السلطة طبعا تحديدها، نوع العملة. طبعا نحن نتعامل عن السعر الان مبدئيا، الان نحن سناتي الى هذه، أيوة. هذه مشكله اخرى. طبعا لنا نحن في اللجان المجتمعيه حاولنا قبل فتره ان نخاطب كثير من الشخصيات الاجتماعيه المؤثره في مدينه المكلا، مشايخ وعيان، من اجل الوصول الى حل مساله الايجار، لانه لا يوجد قانون لتحديد الايجار، سقف الايجار لا يوجد قانون. ولهذا قلنا يعني حاولنا انه نجمع هؤلاء الناس الوجهه في مدينه المكلا بالذات، ونناقش معاهم. فعلا ناقشنا معاهم مساله الايجار وكيف نقدر نحدده. نعم. سعره طبعا الكل ما حدد العرض والطلب، هذا هو طبعا الايجار الان اللي يشتغل العرض والطلب، وموقع السكن فين هو؟ موقع السكن او موقع المحل التجاري اللي بتأجره. فصراحة اجتمعنا والتقينا وحاولنا أن نحدد سقف أو نحدد لائحة ونقدمها للسلطة تنظيميا، أي لتنظيم مسألة الإيجار، ولازلنا نسعى في هذا الجانب. حاولتم؟ حاولنا.
وما بعد المحاولة؟ ما بعد المحاولة الآن يعني ما معنا بنرفع المقترح إلى السلطة. يعني أنتم قبل كم تواصلتوا مع ال... تواصلنا يمكن في خلال في نهاية 2023 وفي 2024 في هذا العام بدأنا تقريبا نلم ما نقدر نلممه من أجل الوصول إلى لمن؟ الوصول إلى أول السقف للإيجار، بكم في الشارع الرئيسي، بكم في الشارع الثاني، بكم في المنطقة الفلانية، مشان تقدر تحدد. لأنه هنا القانون، نحن لو في قانون ولمن ستوجه هذه؟ طبعا هذه كلها بنعملها في لائحة، بنعملها في مقترح، بنقدمه للغرفة التجارية، بنقدمه للسلطة، وإن شاء الله يعني هل ستقر شرعية هذه؟ هذه طبعا مسألة الإيجار إقرار وعدم إقرار أسد مجدي، هل ستقر هذه اللائحة إذا ما عرضت عليكم في الغرفة التجارية؟ في الوضع الحالي طبعا أي شيء هم الناس الغرفة لن تتوانى عنه، طالما أنه هناك يحق للسلطة إصدار مثل هذه اللوائح لتنظيم نشاط معين، وخاصة أنه يؤثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيره. نعم. فبالتالي إذا في توافق حول هذا الموضوع بحيث أنه تكون اللجان على دراية بكيفية تحديد الإيجار بالنسبة للموقع ونوعية العقار، العقار الجديد يختلف عن العقار القديم، موقعه وقربه من الخدمات ما إلى ذلك، هذا يتطلب جهد، يتطلب جهد مكثف الحقيقة، يتطلب جهد ويتطلب دعم في الأخير وإقناع. وعلى فكرة الناس في حضرموت فيهم الخير. هل سيقتنع ملاك الكبار الملاك لديكم؟ هذا يعني والله شوف بقول لك حاجة أستاذ صالح، شوف أصابع اليد ما استوت، زي ما هناك ملاك لديهم رغبة جامحة في أنه يستلم إيجارات عالية، هناك ملاك آخرين لا زالوا يستلمون 25,000 ريال يمني، لا زال الناس مؤجرين في المكلة 25,000 في بيوت آيلة للسقوط، ليست بيوت جديدة، يعني في المكلة القديمة، في بيوت المكلة القديمة. قصدي أنه في الأخير إذا في تدخل جدي يعني وفي إقناع، أكيد الناس بتقتنع. نعم. مهندس عبد الله، في هناك لجنة سابقة شكلت مديرية المكلة قبل 5 سنوات تقريبا، وأنت تقريبا كنت عضو في هذه اللجنة، صحح معلوماتي فقط، أين هي اللجنة اليوم؟ لجنة الإيجارات. نعم، ضبط الإيجار. والله اللي وقف عملها هي شكلت قبل 5 سنوات، هل المعلومة صحيحة؟ تقريبا شكلت لجنة في هذا، لكن نحن الآن هل وقف أم لم تبدأ اللجنة أصلا عملها؟ لم تبدأ، وقف عملها، وقف، لم تبدأ في نتيجة الأوضاع في البلد وأوضاع المؤسفة، يعني توقفت اللجنة. ولكن الآن نسعى. إيش السبب المقنع أنها توقف؟ أنتم في اللجان المجتمعية بعد ذلك حاولتم تتواصلون مع شخصيات مجتمعية، هي نفس يعني نفس الإجراء، لماذا هذه اللجنة لم تنجح؟ من وراء إيقاف هذه اللجنة؟ طبعا اللجنة السابقة تحتاج إلى دعم من السلطة، والسلطة يعني هي السلطة اللي مشكلت اللجنة، هي السلطة دعم يعني السلطة برضه نفسها تشتي، السلطة بقيادة المحافظ هو من شكل هذه اللجنة. أيوه. نعم. محافظ السابق. نعم. يعني بالتالي انه سيكون في هناك دعم اذا ما شكلت هذه اللجنه بشكل مباشر، بس توقف عملها. لماذا عمل اللجنه؟ انا ربما يعزي لانه كثير من الملاك او كثير من طبعا عاده يراودهم هكذا انه عدم الموافقه وعدم هكذا ولا يوجد تفرض عليه. طبعا انت ما تفرض عليه انه يعمل ايجار تحدد له، هو ما يشتري تحديد الايجار، رغم انه من سابق يمكن مع الغرفة التجارية أيام الدولة القعطية أواخرها كان في قانون يحدد الإيجار، في قانون، في مكتب يقال له مكتب الكروات، هذا المكتب موجود في بلدية المكلة، هو يعمل عقود الإيجار ويحدد الإيجار. نعم، لكن أنا أفهم من كلامك أن التجار أو ملاك هذه العقارات أو الأراضي المؤجرة هم من تسببوا في إفشال هذه اللجنة؟ هم تسببوا يعني نوعا ما، تسبب يعني كيف نوعا ما؟ أنا أريد جواب واضح، يعني هم طبعا ما يريدك أن تقول له أنه الإيجار يكون حقك. نعم، لكن هذه سلطة، لا أحد فوق السلطة، السلطة تحتاج إلى قانون تشريعي، الغرفة التجارية إذن لها يد فوق السلطة. يا شوف يا صصا، نحن بالنسبة لهذه اللجنة أنا شخصيا ما علمت عنها شيء، ولم يأتي نحن التعميم بهذه اللجنة اللي يتكلم عنها الأستاذ عبد الله، وبالتالي هو صدر قرار رسمي، ولدت ميتة يعني عمليا. أيها. يعني احنا ما علمنا انه في والله تعالوا شاركوا في اللجنة، تعالوا كذا،
رسميا ما علمنا بهذا. يعني لم تتواصلوا مع الغرفه؟ لا ما لا شخصيا الى الان. منذ 2016 وانا قايم بعمل مجموعه من اللجنه شكلت و... ما علمت بانه مثل هذه اللجنه موجوده شكلت واشتغلت في الغرفه. لا نلوم الملاك انهم هم افشلوا اللجنه، ما عندهم علم اصلا. هو يقول ان الملاك افشل. لا انا اقول فشل، لكن المالك ما يرضى ان تحدد له انت. اكيد لانك انت ما عندك السياق التشريعي. اين الوضع الانساني يعني؟ اين الجانب الانساني؟ احنا الان نتكلم عن نحن نعيش في وضع متوتر اقتصاديا سياسيا، اين الجانب الانساني؟ يعني نحن لماذا نريد فقط ان ناخذ من الناس ولا نقدر اوضاعهم؟ يعني انت ترضى ان الواحد يخرج من بيته ويعيش في الشارع؟ صحيح ما يرضى اي انسان ما يرضى بهذا الوضع، لكن ايضا انت قسها بالمعيار الاخر. عندما شخص يخسر ملايين الملايين في بناء عقار معين، هل هو جمعيه خيريه؟ في الاخير يبي تغير ربح 100%. هذا منطق الربح المعقول، منطق الفطره ومنطق. انا ساتي لك انت في القانون يعني من بدايه الحلقه وانت تتحدث على القانون. بس بالنسبه للملاحظه، بس استاذ عبد الله تطرق الى صوتنا القاعاتيه، كان في قانون عمل 1955. نحن نعيش في الجمهورية اليمنية أستاذ مجدي. نظم هذا. نعم نحن لا نريد أن نمجد الماضي، يعني دعونا من الماضي، نحن اليوم أبناء الحاضر. في هناك تعميم رقم 6 لسنة 2018 للقاضي هاشم الجفري بشأن مراعاة تحديد العملة الوطنية في توثيق التصرفات. أنا سأقرأ عليكم التعميم وأريد تعليقكم على هذا التعميم، وأيضا هل وصل إليكم هذا التعميم في الغرفة التجارية أم لم يصل؟ إذا اللجنة شكلت ولم تصل هذه مشكلة أيضا. لوحظ من خلال الوثائق المطلوب تعميدها من قبل أقلام التوثيق بالمحاكم أن الكثير من العقود وغيرها من التصرفات يتم تحديد قيمتها أي الثمن بالعملة الأجنبية، الأمر الذي رتب وسيرتب الكثير من المشاكل، منها ارتفاع معدلات دعاوي الإخلاء، هذه نضع عليها خط، وتبعاتها المجتمعية، وربما خلق أعباء اقتصادية يتحملها المواطن كنتيجة لعدم التناسب بين دخل المواطن وارتفاع الإيجارات. ولأن العملة المتداولة في بلادنا هي الريال اليمني، فإن الأمر يقتضي التعامل بها في التصرفات صونا واحتراما لها باعتبارها رمزا سياديا. إذن أين السيادة اليوم؟ شكرا جزيلا أستاذ صالح. فعلا كانت هناك جهود للقاضي الفاضل هاشم عبد الله الجفري فيما يتعلق بالتدخل في تحديد القيمة الإيجارية وفق العملة الوطنية. نعود مرة أخرى للقانون. نعم. يعني لا يمكن لا اجتهاد في معرض النص، القانون سكت عن نوعية العملة. قال بأنه القيمة الإيجارية أو الأجرة. لكن ما شرعية هذا التعميم؟ تعميم، هو في الأخير تعميم ما يقوم فوق القانون، القانون أعلى من أي تعميم، أعلى من أي لوائح. هو كانت في محاولة للقاضي هاشم قبل أن ينتقل ويعين بدلاً قاضي عام آخر. كان في محاولة ممتازة. ونحن في غرفة التجارية طبعا ما وصلنا للتعميم مرة أخرى، إنما أنا بصفتي محامي علمت بهذا التعميم، وكانت الجهود على وتيرة عالية إنه فعلا في تشكل لجان معينة تنظيم هذه العملية، لكن شاعت الظروف إنه ما يستمر كرئيس لمحكمة السناف، وبالتالي وئدت هذه العملية. بغض النظر عن شخص القاضي هاشم، لكن هو صدر عن رئيس محكمة استئناف، هذا توصيف رسمي. تمام، بس ما تم المواصلة. وهذه محكمة استئناف ووسائل الاعلام كلها نشرت هذا التعميم، يعني علمنا ابو نحن شخصيا علمته، لكن كرسميه غرفه تجاريه ما جاء التعميم. يعني لازم يوصل للمكتب عشان يتم التعامل به؟ طبعا رسميا انا بتعامل بحاجه للجينة، بتعامل عبر وسائل الاعلام. لا، في العمل الاداري لازم الحاجه توصل لي رسمي من الجهه، تنسخها لي مثلا او تقول كذا وكذا، المهم انه لازم يوصل رسمي. هذه جهود طيبه، جهود طيبه، بس في الاخير نقول انه التشريع هو ربما يعرقل مثل هذه الامور. نعم، لكن في بدايه الحلقه كنت تقول يعني ممكن اي واحد يرفع دعوه ببطلان مثل هذه الامور، لانه القانون سكت عن انه تكون العمله مثلا يمنيه، ما قال كذا القانون، ولا قال سعوديه ولا قال امريكي ولا قال اي شيء، سكت، قال دفع الاجره. بالتالي دفع الاجره معناها ايش؟ معناها ممكن تكون يمني، ممكن يعني تكون سعودي. انا عندي هنا والا كان في اوراق ثبوتيه تمت من قبل امناء التوثيق انه توثق بالريال السعودي، والاصل انا اكلمك على الاصل انك تتعامل بالعمله الوطنيه للبلد، لان العمله رمز السياده. بس نحن وضعنا اليوم يا استاذ صالح اشبه بوضع الصومال في بدايه التسعينات عندما انهارت الدوله الصوماليه، كان لا يتعاملوا بالعمله الوطنيه. يعني انا قصدي انه الهاشم الجفري، القاضي هاشم الجفري يجهل نص القانون، انه القانون لم يحدد العمله في دفع اي تصرف، هو حدد كل التصرفات. وما يجهل، وحتى هو ما قال انه يجب، شوفوا الوجوب ما قال انه يجب. نعم نعم. قال يراعى.
لو تلاحظ في التعميم اللي قريته انت يراعى، لكن الوجوب ما قال وجوب، اكيد يعلم بالقانون، يعلم ان القانون ما قال بالعمله اليمنيه، بالتالي يقول لك انه يراعى، وهذا اللي يراعى هو يقتضي ان الامر يقتضي التعامل مع بها في بالعمله الوطنيه، لكن هل قال لازم لزوم؟ فرق، شوف الالفاظ تختلف من الناحيه القانونيه، لازم عليكم ان التعامل بالعمله اليمنيه هنا وجوب، وبعدين هذا التعميم هو مجرد تعميم، لازم يضربوا قرار، لازم يضربوا لائحه، لازم يضربوا حاجه ملزمه، أن التعميم ممكن يلغى بتعميم آخر. أملك. بس أنا يعني أتساءل لماذا الجميع يتفرج اليوم، الملاك يعني يسرحون يمرحون في المواطنين، يعني هذا واحد مثلا مشتكي وصل عقد إيجاره، عقد إيجار غير مختم لا من بحث جنائي ولا من عقال حارات، يعني أين أنتم في اللجان المجتمعية من هذا العبث؟ يعني أنا أقرأ اليوم هذا عقد إيجار ما في أي حاجة مختمة. طيب. وبعدين يجي لك هذه الورقة 2024 نبلغكم الأخ المستأجر فلان بن فلان المحترم نود أن نبلغكم بأنه سيتم رفع الإيجار بداية السنة الجديدة 2024 من 80,000 إلى 100,000، قبل أمس يجيب له قرار. شوف حتى يعني الإهانة في إصدار هذا. شوفوا يا جمهور، هذا التعميم أو هذه الورقة الوريقة إن صح التعبير إلى هذا الأخ الذي وصل مشتكي، نود إشعاركم أنه بداية السنة 2025 سوف يكون إيجار الشقة 500 ريال سعودي، وفي حال عدم الموافقة يرجى إخلاء الشقة في نهاية 31/12/2024. من يحمي هؤلاء المواطنون؟ أقول لك أنا، هو مسألة العقود، عقود الإيجار، السلطة في المديرية عملت تعميم لكل مكاتب الإيجار واللجان المجتمعيه، انه والملاك، انه اي عقد ما بين مستاجر ومالك يجب ان يمر عند رئيس الوحده يختمه، بعد ان يتم كتابه العقد بالتراضي ما بين الطرفين. نعم. يعمدوا رئيس الوحده، يعمدوا رئيس الحي، وفي الامن في المديريه المكلة يتم تعميله. نعم. في حاله لو حصلت قضيه ما بين الطرفين في عقد رسمي مختم، اي عقد غير مختم وغير رسمي هنا يعني الموافق المستاجر من يراقب عدم تختيم هذه العقود؟ هذا هو مفروض المالك، لانه هو جاي قضيه، بعدين اول ما يجي يبدا في القضيه حقه، وين فين تاكيد الجهات المختصه على العقد هذا؟ طبعا نحن نعاني كثير من هذه العقود، بعضها مختمه بعد ما ينتهي العقد مرور سنه أو سنتين، غالبا يطرحون هم الملاك يعملون سنة بعد ما ينتهي بسنة. هو غالبا القانون ماذا يقول أستاذ مجد؟ القانون يقول بالنسبة للمحلات السكنية لا تقل عن 3 سنوات، بالنسبة للمحلات التجارية لا تقل عن 5 سنوات، وبالنسبة للمصانع والشركات ومصانع الأدوية وغيرها لا تقل عن 10 سنوات. هذه سنة أستاذ مجدي، ما قانونية هذه الورقة؟ أنا أقول لك حاجة، أولا الجهل بالقانون، وأمن التوثيق تقع عليهم هذه المسؤولية، في حاجة اسمها أمن التوثيق في كل منطقة، أمين توثيق. أمين التوثيق عندما يحرم مثل هذا العقد لا توقيعات عليه ولا ختمات يتحمل هو المسؤولية، المتضرر يلجأ إلى القضاء يشتكي، لأنه في الأخير شوف أنت لازم تحمي نفسك بحاجة مستندية، حتى أنه الدفع الأجرة بعض الأحيان يتم بدون استلام، بالتالي تحصل الإشكاليات، فهذا ويعلمه من التوثيق، يعلمه شوف أنه فعلا تعاميم صدرت من محكمة الصناف أنه لا تسووا أي عقود إلا موثقة، وزي ما قال سيد عبد الله نسخة للبحث الجنائي ونسخة لإدارة الأمن، بحيث انه اذا في اشكاليه امنيه او غيرها يكون اللجوء الى الشخص. هذا المؤجر اذا قدم بدعوه اخلال هذا الشخص انه اذا لم يخرج خلال 3 اشهر سيكون في الشارع، 500 ريال سعودي حنتكلم على 250 الف ريال يمني، متوسط الدخل عندنا لا يزيد عن 80,000 ريال، يعني هل المحكمه ستتعامل مع هذا المؤجر الذي اصفه يعني بماذا اصفها؟ يعني واحد يرسل لك هذه الورقه ويقول لك انه بعد 3 اشهر اذا لم تخرج بس تكون في الشارع انت واسرتك. لا شوف، في حاجه اسمها الغبن الفاحش. القانون لا يعتد بالغبن الفاحش. ايش الغبن الفاحش؟ انت اليوم ماجر لي ب 10,000، بعد شهر تقول لي هات 200,000. فرق كم؟ فرق كبير، 190,000. فالمحكمه لا تعتد بهذا الغبن الفاحش. تراعي اوفر الاجور. ايش اوفر الاجور؟ يعني المتوسط للزياده. احيانا تكون زياده ممكن 10%، اما زياده 200% هذا ما حد يعتد بها. ما حد، المحاكم ما تعتد بها. يعني بامكانه ما ينزل المستاجر من البيت. اذا قدم دعوه بالتاكيد انه بيخسرها. المؤجر قصدي، المالك. المؤجر نعم. اذا قدم دعوه من المحكمه بيخسرها. المستاجر هل له الحق ان يقدم دعوه ضد المؤجر؟ طبعا. اذا في عقد سابق يحميه، المشكله انه احيانا ما فيش عقود.
بالتالي انت في وضع اضعف والقانون لا يحمل المغفلين زي ما يقولوا. لابد ان توثق الامور، تكون حياتنا كلها موثقه. انت مستاجر، اسرتك هذه لازم تحميها بعقد، تطلب عقد من المؤجر مدته كذا وكذا. القانون يعطي لك 3 سنوات، ما يعطي لك شهرين ولا سنه كذا. الان كل العقود الناس عندها جهل انه سنه وبعدها تجدد بعد كذا. لا يا اخي، هو قبل نهايه السنه يقول لك ازيدك 20,000. هو المستاجر من خلال بحثه هو يلا انه يحصل البيت هذا يقول له شنو بعطيك سنه، يوافق على طول لانه قلت العرض استغلال. وعندنا قضايا كثيره مثل هذا، انه مستاجر مالك يرفع الايجار 100% او 150% ونتدخل نحن فيها، ندعي المالك وندعي المستاجر ونحاول نوفق ما بينهم. وفي مالك يطلب من عجز المستاجر عن الدفع، عن الظروف هذه يعجز، يجي طالب حقه يقول له هذا الان عجز عن الدفع وبغته يغادر، بغته يغادر الشقه خلاص، ما عاد اقبله انا ولا بجدد معاه لانه ما هو ما يدفع اول باول. هذه قضيه ثانيه. هذه قضيه. نعم. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير من ثم نعود لنكمل قضيه الايجار. عودة إليكم مجددا مشاهدينا الكرام في المنبر، وقضيتنا في هذا اليوم الإيجارات. هنا استضيف معي في هذه الحلقة المحامي مجدي بوعابس، نائب مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وأيضا المهندس عبد الله بن علي الحاج، رئيس اللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا. أستاذ مجدي، ينتقد البعض كبار الملاك بأنهم هم سبب الفوضى في الإيجارات لامتلاكهم النصيب الأكبر. نعود برضو نقول لأنه العملية هي مش إنه ملاك يسببوا فوضى، ولكن نقول إنه زي ما قلنا في البداية نبحث عن الجذور. الجذور إنه العرض قليل والطلب كثير. الآن أساس صالح مدينة المكلا لوحدها عدد سكانها 1,800,000 نسمة. مدينة المكلا ليست المدينة القديمة التي بها كم ألف. حضرموت في عام 2004 وفوق أنت إعداد 2004 كان عدد سكانها 1,084,000. الآن المكلا لوحدها وفقا لإحصائيات إدارة المدير العام للمكلا عدد سكانها 1,800,000، غير الوافدين اللي جايين نازحين واللاجئين واللي جاوا استقروا وانتج الأمن الذي تمتع بها حضرموت والاستقرار. وفي هذا السياق لابد من كلمة حق بأنه السلطة المحلية بقيادة المحافظ مبخوت بارك بماضي يبذلوا جهود كبيرة جدا فيما يتعلق بتوفير كل الخدمات الممكنة وفق الظروف المتاحة، وإلا ماتوا هذيل ما بيجوا حبا في حضرموت، ولا ليش ما جاءوا من قبل السنوات هذه كلها. وهذا طبعا يزيد جشع التجار أستاذ مجدي. لا شوف، هو الجشع كلمة كبيرة شوية، نحن نقول يعني ما تفسيرك أن تحول الإيجارات من العملة المحلية من الريال اليمني إلى الريال السعودي أو يعني عملة أجنبية أخرى؟ شوف كيف تفسر ذلك؟ في الوضع الهش لما تكون دولة هشة، دولة ضعيفة، مؤسساتها ضعيفة، طبعا النفس وما تهوى زي ما يقولوا، النفس وما تهوى. وفي الاخير زي ما قال سيد عبد الله، المالك هو حر في عقاره، يعني انت ترى يا استاذ صالح هو كم عقارات من بنده ما يجرها، بنده لها 10 سنين، هل ترغم انه يفتحها ويجرها؟ هل ترغم المالك المعين انه يجر بمبلغ معين؟ ما بيجر، يخليها تدمر قدامه ولا بيجر. بالتالي انت في الاخير ما عندك الشرعيه والسند. والله هذا يعود للناس، يعني الواحد ما يدخل في أمور. لا لا، أنت توافقني في هذا الرأي، أنت نائب مدير غرفة. لا أنا ما وافقك أنه في جشع. أنت تجامل التجار بما أنك نائب مدير غرفة. مش مسألة أجامل التجار، أنا أقول لك أنه النفس مسوت 10 أصابع، هذه مسوت. زي ما قلت لك أنه في رغبة جامحة من بعض الملاك في أنه قيمة إيجارية عالية، في آخرين عندهم رأفة. ليش منساوي؟ يعني أنت ليش في البداية امتدحت السلطة المحلية، امتدحت سلطة بقيادة الأستاذ مبخوت بالماضي أنه وفر الخدمات، يعني هل هذا يعني يقابل بأن التجار يزيدون من يعني أسعار الإيجارات ما يزيد الضغط على السلطة المحلية ويخرج المواطنون في الشارع وينتقدوا السلطة وما إلى ذلك؟ يعني لماذا لا يساعد القطاع الخاص السلطة المحلية في احتواء المواطن؟ يعني السكن هذه حتى في الدين الإسلامي موجود. القطاع الخاص يا أستاذ صالح منذ 2015 له دور غير ملموس، مش الا في هذه الاشكاليه فقط. انت لو تلاحظ ازمه 2015 كيف تدخل القطاع الخاص؟ وفر المواد التموينيه للجمهوريه كامله مش الا لحضرموت.
القطاع الخاص هو الذي يشغل 100% القطاع الزراعي، يشغل 100% القطاع الصحي، لم يصرح العمال. هذه أنا ما بقولها بصفتي وظيفية، بصفته واضح هذا أمام الناس. القطاع الخاص لم يصرح في الأزمة عمال، لم يخفض أجورهم، هذا حقيقة. لكن صرح سكان من؟ هو اليوم موجودين في الشارع. يعني هذا الشخص هذا واقع، هذا واقع مهدد، ما عندك مهدد معنا في نهاية 2024 سيكون خارج. وعلى فكرة شوف، هذه ربما ضررت النافعة. في بعض الناس تحمسوا وتجي الضغط عليهم بالإيجار العالي انه يسوي لهم شيء بدل ما ظلوا سنين سكن، يعني يبنون لهم سكن اذا توفرت عندهم الاموال، بدل ما ظلوا سنين كامله. 1000 استاذ مجدي تقول لي اقول لك انه في الاخير انت ما عندك المرجعيه، يعني انت تساعد، يعني الضغط العالي الناس في انه يتخذ اساليب غير صحيحه وغير صائبه. ليش؟ يعني أخي مالك حر في ماله، هل ترغب انه نعم ترغب نعم. طيب من هو بيجي بيستثمر في الحاله هذه اذا انت تسلط الجبروت السابق على الملاك؟ من هو بيستثمر؟ ليس جبروت، الناس بتهرب. ايوه، لانك انت ما عندك السلطه والمرجعيه. طيب اذا وجد القانون، رجعنا في البدايه للقانون. القانون لم يحدد سقف معين، اذا حدد هذا صار المفعول قانون على الناس كلها، لكن القانون نفسه مسكت. ايش تعمل انت في هذا الجانب؟ هل ترغب الملاك انه يحدد بسعر معين؟ قلت لك الملاك ليسوا ملائكه وليسوا جمعيات خيريه، هذه نقولها بكل صراحه. الناس وما تهوى، عدها مرة ثانية. ليسوا ملائكة وليسوا جمعيات خيرية، هكذا هم التجار وغيره. ليسوا في الأخير، هو تاجر. ليش تاجر؟ ليش نمى هذه أمواله كلها؟ هل بالضعفه وبالأمور هاي؟ في الأخير هو لما يبني عقار معين زي ما قلت لك في البداية خسر فيه ملايين، هل تستني منه أن يسلم إيجارات ضئيلة؟ لكن في وضع استثنائي، في مسؤولية مجتمعية. هذا على عاتق الدولة مش على عاتق الملاك. أنا أقول لك بكل صراحة، شوف في تجارب في دول اخرى، ليش هذه المشكله مش موجوده في مصر مثلا؟ ليش؟ لان الدوله متدخله بقوه تبني وحدات سكنيه كبيره، وبالتالي يقل قيمه الايجار، ما يترك للملاك الحريه. انت الان ما تدخلت، ايش بنت الدوله عندنا في حضرموت على سبيل المثال؟ 40 شقه، الامم المتحده المساكن قرض دولي، الغويزه برضو تمويل دولي، كلها ما فيش. الصالح تبع المعاشات، صناديق المعاشات والتامينات، ما فيش تدخل جدي من الدولة لبناء مجمعات سكنية بالمعنى الكلمة تضم آلاف الآلاف من البشر. وبتنتهي هذه المشكلة بكل سهولة. المسؤولية مش على عاتق الناس، مش على عاتق الأفراد على الفكرة، المسؤولية تقع على عاتق الدولة. ولا فين بنك الإسكان؟ في حاجة اسمها بنك الإسكان على الفكرة، تعلم بها ولا ما تعلم بها؟ نعم. في حاجة اسمها بنك تسليف التعاون الزراعي، فين هذه الأموال كلها؟ لماذا لا تدخل ضخ أموال وتبني وحدات سكنية للناس؟ لكن اليوم في ظل هذا الوضع، حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كل القوى اليوم السياسية تدعو القطاع الخاص في أنه يساند الدولة. يعني لماذا أنتم كنتم في زمن، يعني في زمن كانت الدولة فيها مزدهرة، أنتم حصدتم الكثير من الأموال، أين دور التجار اليوم؟ والله دور التجار، المحروقات من يوفرها؟ المواد الغذائية من يوفرها؟ من يسد بعض العجوزات الموجودة عند السلطة وغيرها؟ من يسدها؟ ضريبة ما في حاجة، من يسدها؟ من يدخل فيها؟ على فكرة شوفوا، مش كله على التجار. أنا أقول لك إنه في جانب كذا وفي جانب كذا، زي ما هو الأصابع نعود مرة ثانية، ما استوت أبدا. في ضغط في اتجاه معين، في ضغط في اتجاه آخر. أستاذ عبد الله، من هو المتسبب في هذه الفوضى اليوم؟ هو يعني كلمة فوضى كذا. نعم فوضى، قلت له فوضى كبيرة، ولكن كبيرة. ولا بتلاحظ الا تعتبرها فوضى في الايجارات؟ ايوه في الايجارات، يعني واحد يرفع من 100,000 الى 500 ريال سعودي في 10 شهور، هذه مشكله. الا تعد اللي انا الا تعد فوضى؟ دعونا نعطي يعني اذا جاز الامر، يعني انت بتجيزها فوضى، لكن انا اقول انها مشكله. اقول لك انه انا في البدايه تحدثت انه ضروري من اللقاء او التواصل مع كبار الوجهاء في المدينه وفي مديريه المكلا، مع الشخصيات الاجتماعيه، مع منظمات المجتمع المدني اللي هي قريبه من هذا الموضوع، والخروج باتفاق تحديد ايجار. كما اسلفت انه مع الاتشار كنا في وضع لائحه معينه هكذا ونقدمها للسلطه، نخلص منها ونقدمها للسلطه. الغرفه التجاريه سترفض هذه اللائحه، بنقدمها للتجار، ليسوا جمعيات خيريه. الاستاذ مجدي يقول ايوه، اقول ليسوا جمعيات خيريه. نعم، القطاع الخاص
عليهم المساهمة، لهم أسلوبهم الخاص في اتباع عليهم المساهمة ضروري مساهمتهم في في خروج خروجنا من المشكلة هذه. على القطاع الخاص يساعد مع الدولة حتى في بناء الوحدات السكنية، مش الدولة بس، القطاع الخاص يشتغل معها في كثير من الدول، حتى مصر اللي يتكلم عليها تشتغل القطاع الخاص، شركات إنشاء تقوم ببناء مجمعات سكانية ومجمعات سكنية ويجروها، لأن هذا ما تحصل منافسة يحصل هناك نزول في الإيجار. أستاذ عبد الله، هذا لما توفر البيئة الآمنة، توفر التهيئة، تعطي امتيازات وحوافز من تعافر. عفوا، أنت الآن تمتدح السلطة المحلية قبل دقائق أنه وفرت كل الخدمات. خلينا أوصل لك النقطة، أنت القطاع الخاص في أي دولة كيف ينجح؟ ينجح أنك توفر له المزايا والامتيازات اللازمة لنجاح استثماره. ما هي هذه المزايا؟ مزايا ممكن تكون ضريبية، ممكن تكون عقارية، موجودة الضريبية، موجودة موجودة. قبل شوية قلت لك وفي أسماء تجار، هل ممكن هيئة الأراضي معفيين من الضرائب بسبب ما يقدموه من خدمات إنسانية كما أسميته وهم ليسوا؟ بالعكس، بالعكس، التجار يدفعوا ضريبة المبيعات، يدفعوا ضريبة الدخل، يدفعوا ضريبة كبار المكلفين، كل هذه ضرائب وفي الأخير يتحملها شوف المواطن. نجي نكون واضحين، أنا قلت لك قبل شوية، هل هيئة الأراضي عندها استعداد أن تعطي مساحة كبيرة من الأراضي المستثمر عين لكي يبني؟ هل في هناك مقترح؟ هل في هناك مقترح؟ القطاع الخاص انا متاكد انه على استعداد، ممكن على استعداد، لكن هل هناك، هل في هناك فكره اقترحت؟ يعني انتم تشتغلون، شوف نحن عقدنا يا استاذ صالح في عام 2008 مؤتمر اسمه مؤتمر الاستثمار العقاري والسياحي، ناقش هذه المشكله بالذات تحديدا، وكان عروض مش اللي من تجار الحضاره الموجودين في الداخل، في الخارج ايضا. نعم. في مقترحات بالمشاريع، هل تم النظر اليها؟ مصفوفه كامله بالمشاريع اليوم في 2025، بغض النظر في تقدم اليوم في تجارة القطاع المصرفي، يعني لماذا لا يكون لهؤلاء التجار دور في أنهم يبنون أيضا مجمعات سكنية مدعومة وفر لهم المزايا والامتيازات؟ لماذا لم يرفع هذا المقترح أستاذ مجدي؟ يجو أهلا وسهلا، تجي هيئة الأراضي، لحظة، تجي هيئة الأراضي تقول والله يا غرفة تجارية أنا عندي مخطط سكني في كذا وكذا. أنت كتاجر لماذا لم ترفع؟ ترفع لوين؟ أنت تاجر، أنا أكلمك على المنظومة كاملة. نعم لحظة، أنا أكلمك، أنت تعالج موضوع متعلق بالإيجار ما بنخرج عنه. منظومة تقول كالتالي، يا هيئة الأراضي عندي مخططات معينة للأسكان، عندي موجودة أرض بيضاء، تعالوا نطرحها للعرض للتجار، وأنا متأكد أقول لك أبصم بالعشر أنه التجار على استعداد لبناء مخططات سكنية كاملة متى ما تهيئت البيئة. أقول لك الخدمات، أنت تصور الطاقة الكهربائية الآن كلفة المنتج، شوف التجار يعانوا زي ما الآخرين يعانوا، ما بجاملهم أنا ولا بجامل حد، 85% من تكلفة، في ازدهار اليوم في 85% من خلال مشاهداتنا الطبيعية أستاذ مجدي. طيب أوكي، بقول لك أنا 85% من تكلفة المنتج المحلي هو طاقة كهربائية، هذا غير النقل، نعم، معروف، غير الموظفين، غير 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 غير، كل هذه على عاتق التجار، وفين تحمل في الأخير المستهلك النهائي اللي يشتري هذه السلعة. أنت في هذه الحالة إيش المزايا اللي قدمتها كدولة؟ أكلمك كدولة، أنك توفر مثلا طاقة كهربائية، إذا أنشأت، نفرض أنه أنشأت مجمعات سكنية، هل قادر كدولة توفر الخدمات لهذه المنطقة؟ هل قادر أنت فعلا؟ يا أخي ممكن تدخل شركة مساهمة، ممكن إنشاء شركات، ليش لا؟ من كافة القطاعات، حتى المواطنين ممكن يساهموا فيها، لكن أنت اطرح الرؤية. من يطرح؟ قل دولة، أنتم كبار الملاك، من تضعون؟ يا أستاذ صالح، في وزارات كاملة، في هيئات موجودة في هذه الدولة، كيان كامل نحن نتكلم عنها، اطرح يا أخي مقترحك وتعال ادعي الناس، وخلي بعدين قل لي والله هذول التجار رفضوا، بيكونوا اغبياء. هذه دعوه لسياده المحافظ من غرفه تجاره صنع حضرموت ان يتم رفع مقترح لكبار الملاك بوضع مبنى استثماري، مجمعات سكنيه، مخطط سكني، وهم على اتم الاستعداد للبدء في هذا المشروع. نعم، بنناقشها، جيبوا مخطط. الان الاراضي مش موجوده على الفكره، فوق عقبه عبد الله غريب الاراضي، مشان نكون واضحين، كل الاراضي مخططه من ملء النظر من شرق الى غرب. انت تتهم من بدايه الحلقه؟ اتهم من؟ ما اتهم حدا، انا ناقش موضوع، انا ما اتهم حدا ابدا، ما اتهم حدا ابدا، انا انسان عادي وامثل كيان معين، ما اتهم حدا، ناقش موضوع يمس الناس ويمس الجميع، ونطرح الحلول الممكنه والتوصيات التي من الممكن الخروج بها. لكنك تشير بشكل او باخر انه في هناك عبث في موضوع صرف لا الأراضي. ما حد يعلم انه في عبث، انت ما تعلم انه في عبث في موضوع الاراضي؟ انت تؤكد هذا العبث؟ كل الناس، اصغر واحد ممكن يجي يؤكد لك هذا، طفل لو جبته الان قل له هل صرفت مخططات عامه لحدائق و الى اخره وبعدت من المخططات، بيقول لك
وتعال في كل المناطق. يعني لا يملك كبار الملاك مساحات بيضاء شاسعة في حضرموت. هذا يتطلب بحث ويتطلب إثبات. لكن أقول لك إنه ما حد ينكر العبث الموجود في هذا الموضوع، ما حد ينكر أبدا. لكن في مساحات بيضاء كبيرة مع كبار ملاك. هل تؤكد؟ هل تؤكد في مساحات مع كبار التجار؟ في مساحات، ولو بحثوا يعني مع السلطة المحلية بالمحافظة بيوجدوا مع مكتب هيئة العقار هذا بيحصلوا أكيد. مساحات استثمارية تخرج على شكل مساحات استثمارية مجانية، تخرج على مساحات استثمارية مجانية ويبنوا عليها وتحول إلى مباني سكنية خاصة. بس أهم شيء القطاع الخاص يشارك في بناء مع الدولة، مع السلطة يشاركوا. يا أستاذ عبد الله، القانون الحالي للاستثمار رقم 15 لعام 2010 عايق أمام الاستثمار. دي أول حاجة، قانون أصلته الدولة بدل يعطي مزايا للمستثمرين سحب المزايا الموجودة في القانون السابق لعام 22 لعام 2002 وقيدها وأعطى امتيازات معينة محدودة. هذا أول حاجة. لو جينا نحن للنص التشريعي لازم أنت تبني على أساس عدل أول حاجة القانون حقك حق الاستثمار. ويجوز على فكرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسة أنه يصدر قرارات بقوانين وفقا للنص الدستوري. يجوز له في الأوضاع الحالية الاستثنائية، مجلس النواب معطل لا يمكن أن ينعقد في أي منطقة في الداخل أو في الخارج، يجوز إصدار قرارات بقوانين عدل قانون الاستثمار. عيد أقل حاجة، عيد المزايا السابقة اللي موجودة في القانون السابق، عيدها لهذا القانون. القانون سحب كثير من الامتيازات. ما هي المميزات؟ مميزات ما يتعلق بالإدخال الجمركي، ما يتعلق بالإعفاء من إعادة الصادرات، ما يتعلق بكثير من الضرائب كانت موجودة في القانون السابق سحبت من القانون هذا. لماذا تتوقع أنها سحبت؟ والله شو بقول لك، نحن ناقشنا التعديلات في ذاك العهد، لو عدنا إلى عهد إصدار القانون ناقشنا التعديلات وقلناها بالحرف الواحد كغرف تجارية ومنها غرفتنا إنه هذا التعديل سيجهض الاستثمار، ولكن في حين غفلة من الزمن صدر القانون وجاءت الأزمة هذه وظل القانون على ما هو عليه. أصبح عايق. أنت كجانب تشريعي هل يمكن أن تكون تتجاوز القانون؟ في الأخير بتحصل عقاب لو تجاوز القانون. إذا تجاوز القانون التشريع بتحصل عقاب. لابد أنك أنت تدخل في الأساس. هذا أساس البيت هو قانون الاستثمار الحالي. على فكرة لحد الآن لا يوجد رئيس لهيئة الاستثمار، دي أول حاجة. فكيف أنت بغيت المستثمرين يجون لعندك؟ في الأخير بيذهبوا إلى المناطق القريبة، صلالة أو تركيا أو مصر أو دبي أو غيرها. ليش؟ توفر لهم الخدمات الكاملة من وإلى لإقامة مشاريعهم الاستثمارية. تجي أنت تحصل منطقة مقدمة، ركب مشروعك الاستثماري فيه. هنا الإشكالية شوف. نعم أستاذ عبد الحطة، لا نتجاوز الموضوع الذي اجتمعنا لأجله. يعني كيف أثرت الهجرة العكسية اليوم على ارتفاع أسعار الإيجارات؟ الهجرة، نعم، القادمين مثلا القادمين من دول الخليج، يعني النازحين، اللاجئين كما وصفهم المحامي. هي في سبب الأزمة بدأت طبعا مع بداية الأزمة موجودة بداية الحرب، وصلوا النازحين بأعداد كبيرة جدا، وتقريبا نحن أكبر محافظة وأكبر مديرية استقبلنا النازحين نظرا للأمن والأمان والخدمات طبعاً المتوفرة. الكل يجي حضرموت من أجل الأمن والأمان والإنسان الحضرمي بطبعه. استقبلنا هذا الناس كلهم، هذا طبعا هم سبب رئيسي في ارتفاع الإيجار، لأنهم بدوا سبب رئيسي. أيوة سبب في زيادة رئيسي. طمع التجار طبعا طبعا نعم. لأنه هذا كانوا هو نازح وبيشتي يستاجر بأي مبلغ، ونازح فار من حرب. نعم. وبعدين بدوا طبعا النازحين جاءوا بعدهم ناس من محافظات أخرى نتيجة الأمن والأمان برضهم سكنوا وعملوا محلات تجارية استأجروها ورفع ارتفاع الإيجار. ارتفاع الإيجار يعني غير معقول، حتى الإيجار ما مرتفع. أنا سميتها فوضى وأنت لم ترضى بهذا. وكذلك المهاجرين المهجر يعني المهاجرين أو اللاجئين الصومال اللي من الجو من القرن الإفريقي برضو هذه مشكلة بدون ذكر أي جنسيات. نعم. على كل حال يعني في عندنا نازحين وفي لاجئين. النازحين وفي عائدين الى ارض وفي عائدين الى ارض الوطن يعني. أيوة. هذه عائد بلادهم. هذا العائدين طبعا العائدين بده عندهم اهل وعندهم عندهم عمله صعبه عندهم بيوت وعندهم عندهم. لكن هذا النازح ووجدوا التجار يستقبلونهم بصدور رحبه طبعا. ورفعوا العمله من عمله محليه الى عمله اجنبيه، ليس كذلك استاذ عندنا؟ شوف في طفره جات بالنسبه لموضوع العائدين اللي تركت للاستاذ صالح.
فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. جابوا عادات ممتازة إلى حضرموت، وهم أهلنا طبعاً نرحب بهم على كل حال في بلادهم. هذا اللي مش نازحين سموه هذا، لا هم زي ما قال صالح أصولهم حضرمية، عادوا إلى بلادهم. عادوا إلى بلادهم. كان في نواحي إيجابية لقلة معرفتهم بالأوضاع حينها، والحاجة إلى أنهم يسكنوا اللي ما عندهم بيوت، أما أغلبهم عندهم بيوت أمامهم وأخوالهم وإلى ذلك. بالتالي قبلوا بالطفرة الموجودة قبل الفترة، قبل سنتين كانت في طفرة شوف في الإيجارات في الأراضي، حتى في الأراضي كانت في طفرة عالية. الآن العقار هبط، علموا الآن أن الوضع مش حقيقي، وضع الطفرة هذا انتهى خلاص، اللي استفاد استفاد واللي خسر خسر. فالآن يقيمهم، أنا كثير جلست معهم الأخوة العائدين، يقيموا أنه بس أجر لي في جدة أرخص من المكلة، بشتري الأرض في جدة. لماذا استغل التجار حاجة هؤلاء العائد؟ هو مش استغلال، ما نسميه استغلال، استغلال برضو مش كلمة يعني ما أفضلها. إيش تسميه أستاذ معلم عفوا يعني؟ أنا أسميها أعطينا مفردة كده منمقة مرتبة. إيش بقول لك أنا؟ شوف يا أستاذ صالح، دائما عقود الإيجار هي عقود رضائية، يعني أنت ما تضرب المسجل على يده من أجل يوافق أنه يأجر عندك، يسمى عقد. هو جاي هو بلا 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 مسكن أستاذ، بس هو في الأخير عقد رضائي، أنت وافقت على الاستئجار بهذا المبلغ كان بها. هل المالك هذا عبث يعني فوضى هذه يعني؟ هل أرغمه المالك؟ هو لم يرغم، لكن هو مرغم، هو مرغم أن يوافق. لا مش مرغم، ممكن يروح عند أي من أقرب، يعني يسكن فندق، ممكن يعود إلى حيث مات. كيف يعود إلى حيث مات؟ في عادوا كثير، يعني نحن نتكلم بعقلانية عفوا في عادوا كثير أستاذ مجدي، نحن في عادوا كثير يا إلى السعودية. كيف أنت مش عارف؟ بغض النظر عن الدولة التي هو أتى منها، أقول لك الطفرة هذه انتهت الآن، الوضع عاد بعد أشوف أنه في شبه استقرار. نعم عاد حتى بعد موضوع الأراضي، حتى موضوع الأراضي. لا 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 تخلينا نتجاوز هذه النقطة أستاذ مجدي. هذا استغلال واضح من قبل التجار لحاجة هؤلاء الناس الذين أتوا من المهجر، وهم يملكون عملة صعبة، وهو ما عنده مشكلة أنه يدفعها. يعني كان يدفع مثلا 4000 يدفع 500 ريال سعودي، الأمر عنده طيب جدا. أنا ما وافقك على أنه كلمة استغلال. هل توافق أستاذ؟ زي ما قلت لك هي عقود رضائية مش عقود إجبارية. أنت رئيس لجان المجتمعية دون مجاملة وغير أستاذ عبد الله، دون مجاملة. الوقت يدهمنا. نعم. يعني اليوم عودة هؤلاء الذين أتوا من أرض المهجر ووجدوا هؤلاء التجار، هل تسمي هذا استغلال من قبل التجار؟ من ثم استدركوا هؤلاء العائدون إلى أرض الوطن أنهم يعيشون في فوضى، وأن الوضع كان مضحك بالنسبة لهم. طبعا هم التجار يعني بنقول استغلال، استفادوا من اللي جاءوا من أرض من المهجر. أنت المفروض تقع مع الناس يا أستاذ عبد الله. نحن مع الناس طبعاً، مع الناس نحن. والاستفادة يعني هم يعني ما تقول استغلال، وإنما يعني نوعا ما استغلوا لأنه خاصة النازحين. شو ماجري خاصة النازحين. لأنه أنا لما يجوا لي أربعة يشتوا شقة حقي، وأنا تاجر عندي شقة واحدة ومعهم أربعة مقدمين، نشوف أي العرض أكثر. أنا استغل في هذا الوقت. ما هي الحلول العملية اللي معالجة مشكلة التجار اليوم؟ الحلول العملية كالتالي. أنا كما نختم بها الحلقة. تفضل. ما قلت إنه نجتمع ونحن ساعين لهذا مع المنظمات المجتمع المدني اللي هي خصها هذا الجانب، مع كبار الشخصيات الاجتماعية بما فيها وكبار الملاك والعلماء، ونطرح نحاول نحن نعمل لائحة تحدد الإيجار، سقف الإيجار تحدده. هذا يعني نعم. إن شاء الله أنا أقول إنه ممكن كحلول عملية، أولا لابد من تدخل البنوك المختصة بالإقراض اللي هي حددتها قبلان، بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنك الإسكان وغيرها من البنوك المملوكة للدولة، وكذلك البنوك المنشأة حديثا للقطاع الخاص، تدخلها في الإقراض السكني في حيث اسمه إقراض سكني. نعم. اثنين، بناء مجمعات سكنية واسعة وكبيرة تستقطب أعداد كبيرة جدا من الناس. ثلاثة، تجهيز مخططات أراضي لغرض إنشاء هذه المجمعات. هذه الحلول العملية اللي ممكن إن احنا نعم نخلص. أشكركم جزيلا الشكر المحامي مجدي أبو عابس نائب مدير غرفة تجارة صناعة حضرموت، وأيضا المهندس عبد الله بن علي الحاج رئيس اللجنة المجتمعية بمديرية مدينة المكلا، وأيضا الشكر لكم متابعينا الكرام. وانقلوا عن المحامي مجدي أبو عابس أنه يقول: الدولة هشة والتجار ليسوا جمعيات خيرية. حتى الملتقى، هذا هو صالح بن سعود يحييكم في أمان الله.